رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ ايمن محمد المحلل الفني في موقع يلا كوره. مساء الفل عليكم منورنا اكيد في كلام في الميديا. مساء الخير يا شيماء, اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. عايزين نتكلم بقى النهارده اكيد عن لقاء امبارح نادي الاهلي قصاد فيتا كلاب الكونغولي. اللقاء ده انت شفته ازاي؟ طبعا الفوز كان مهم جدا للاهلي في المرحله ديت مع مارتن لاسارتي المدرب المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. المنافس المباشر او المنافس الاقوى في المجموعه هو فريق فيتا كلاب. طبعا احنا عارفين ان هو وصيف الكونفدراليه مع واحد من افضل المدربين الفنيين الافارقه ذو البشره السمراء في القاره فلوران مبينجي. فلوران مبينجي مع موسيماني مدرب سان داونز بعتبرهم من المدربين اصحاب الوعي التكتيكي العالي جدا. الحقيقه لاسارتي عمل اداء كويس او عمل اداء مقبول الى حد كبير. نفس المميزات ونفس الاخطاء اللي حصلت في الماتشات اللي فاتت الخاصه قدام سموحه قدام بيراميدز. الاهلي كان نازل كان طبعا يهمه طبعا الفوز هو حققه, لكن في بعض النقاط الفنيه اللي لازم نقف عندها بشكل قوي عشان خاطر كمان الاهلي يقدر يكمل المشوار بتاعه. الاهلي كان بيلعب دايما ب 4 2 3 1 او دي الخطه المعتمد عليها بشكل كبير, لكن قدام الفرق الافارقه في عنده ثنائيه عمرو السوليه وهشام محمد كان فيها نوع من انواع الضعف, ضعف في الالتحامات. الميزات بتاعت هشام محمد اللي على اساسها جه النادي الاهلي خاصه بالرؤيه او الكرات الطويله او التحول من الدفاع للهجوم, للاسف الشديد الموضوع ده لسه برضو في الاهلي عنده مشكله من ايام حسام البدري وبعد كده باتريس كارتيرون مرورا بمحمد يوسف ثم مارتن لاسارتي. التحولات ابطا, يمكن افضل دلوقتي شويه في موضوع التحول نظرا لوجود بعض الصفقات الجديده اللي عندها دايما حلول, لكن بقيت ثنائيه هشام محمد وعمرو السوليه نقطة الضعف الأبرز في المباراة امبارح. طيب خليني أسألك عن يعني يمكن قبل لقاء امبارح فيتا كلوب في الدوري أبطال أفريقيا, في لقاءات الدوري كنا دايما بنشوف النادي الأهلي في الشوط الأول حاجة, الشوط الثاني بيكون مختلف تماما. شفت الأخطاء دي برضو حصلت امبارح؟ ده أنا عملت نفس التحليل عن الموضوع دوت, إن الأهلي دايما أداؤه بيتغير في 15 دقيقة. ال 15 دقيقة اللي دايما ما بين الشوطين دايما بيحصل فيها حاجات كتير جدا. الأهلي كان محتاج فترة من الفترات إن هو يعمل سياسة الضغط العالي أو ينفذ استراتيجية الضغط العالي عشان خاطر يحرم المنافس من بناء الهجمة. والحقيقة الأهلي كان مميز في ده قدام بيراميدز أو جيد جدا قدام بيراميدز, قدام سموحة عمل نفس الموضوع, لكن كان دايما بيواجهوا حاجتين. الحاجة الأولانية إنك أنت ما بتحسمش المباراة بشكل مبكر, اللي هو أنت بتلعب بتجيب المفترض تلعب الهدف الأول والهدف الثاني عشان خاطر تقضي على كل الأمل, لكن لما بتيجي تنزل بداية الشوط الثاني وأنت قاعد أو إنك أنت متراجع نسبيا وده هيبقى طبيعي جدا ويبقى مقبول جدا نظرا لتلاحم المباريات وكثرة المباريات, فطبيعي إنك أنت ما فيش فريق في العالم بيقدر يضغط 90 دقيقة طول الوقت, فطبيعي إنك أنت تتراجع شويه. لكن المقابل انك انت لما تيجي تتراجع ده ما بيكونش مبرر انك انت تفقد ميزه الضغط حتى في نص ملعبك. يعني انا ممكن اضغط على المنافس بتاعي في نص ملعبه وممكن اضغط عليه كمان في نص ملعبي, لكن الامر السيء او الامر اللي بشوفه في منتهى الخطوره انك تسيب الفرصه للمنافس ان هو يتناقل عليك. لا وكمان يتناقل الكره بحريه, هو دلوقتي مش لاقي المنطقه اليمين فيها مشكله. طيب انا حاولت العب بالكره, انت مش بتلعب كره يد, انت بتلعب كره قدم. فالمنافس ممكن يخترق حتى جوه عمق منطقه الجزاء, هو مش هيشوط بس من بره. فانت لازم لما المنافس بتاعك او اي ما يكون سموحه او فيتا كلاب او بيراميدز او اي نادي, انت ممكن ترجع في نص ملعبك لكن لازم يكون في عمليه ضغط. حتى مارتن لاسارتي كان قبل مباراه بيراميدز قبل مباراه سموحه كان مركز جدا على موضوع الضغط ده. سليف كوليبالي كمان تالق في فكره ان انت دايما لما المهاجم بيجي يطلع من منطقه الجزاء ويحاول يوصل لنص الملعب كان دايما معاه في ظهره. لكن بقيت ثنائيه اللي احنا بنتكلم فيها, شفنا كمان اشاده لاسارتي بكوليبالي بعد اللقاء, يعني اتكلم عليه اكتر لاعب اتكلم عليه بعد اللقاء في تكلاب امبارح. الحقيقه كمان كوليبالي كمان ظهر بشكل افضل كمان لما انتقل او لما انتقل لفكرة المساك ناحية اليمين, لأن كمان كوليبالي عنده مشكلة في عنصر الرشاقة نظرا لطوله الفارع. دي حاجة طبعا يعني حاجة عكسية, بمجرد ما انت كل ما طولك بيبقى فارع كل ما عنصر الرشاقة بيقل عندك شوية, ودي كانت واضحة جدا في كوليبالي. عشان كده وضعية جسم كوليبالي لما كان بيلعب ناحية الشمال كان عنصر الرشاقة بتاعته او الضعف نقطة الضعف بتاعت الرشاقة كانت بتبان اكتر. يمكن زادت اكتر او بقت افضل في الجنب اليمين مع الضغط العالي اللي كان بيعمله الاهلي, لكن بقيت برضو نفس الازمة اللي احنا بنتكلم عليها ان عمق الملعب هشام محمد وعمرو السوليه كان الاثنين نسبه الضغط او كميه الضغط او حجم الضغط اللي كانوا بيمارسوه على المنافس كانت دايما قليل, ودي اللي عملت مشكله الاهلي في ثلاث ماتشات اللي فاتوا صحيح. طيب خليني اسالك كمان عن الظهور الاول لحسين الشحات.
حسين الحقيقه كان عليه ضغوط كبيره جدا، وهو كان نفسه ما ظهرش بمستوى حسين الشحات اللي احنا عارفينه عنه. حسين حاول يلجا يعني نقدر نقول ايه، مش للاسهل، لكن هو حاول ان هو يدي نفسه ثقه، يلعب كتير اكتر مع زمايله، ما حاولش انه يعمل دور المغامر او ان هو ياخد المبادره. كان في ضغوط كبيره جدا عليه الفترات اللي فاتت، وكان حلمه كبير جدا ان هو يلعب في النادي الاهلي، وبالتالي كان اول مباراه ليه يعني ما قدمش الاداء المنتظر منه. كمان كان في مشكله ان اللعيبه لما كان حسين دايما مستو ان هو بينطلق خلف خط الدفاع، كان قدامه نجوندا اللي هو الظهير الايسر لفريق فيتا كلوب، ظهير متميز جدا، حتى مرشح كمان ان هو كان يجي لاحد الفرق المصريه، كان دايما بيجي ينطلق خلف الدفاع، لكن دايما كانت التمريرات بتبقى ناقصه. على العكس تماما كان رمضان صبحي كان متالق جدا في الجنب الايمن في الشوط الثاني وفي الجنب الايسر في الشوط الاول. رمضان عنده ميزه مهمه جدا ان هو بيهزم المنافس نفسيا قبل حتى ما يجي يلعب الكره، لان الكره هو بيعمل دايما حاجه كده معروفه في الكره، انك انت اول ما بتاخد الكره بتحاول تروح للظهير الجنب او المنافس بتاعك اللي يلعب معاك في المباراه، فانت بترقصه مره او اثنين خلاص انت تفوقت عليه نفسيا طول المباراه. صحيح. وده بيحصل كتير حتى على مستوى الانديه العالميه، انك انت دايما لما بتيجي تنزل قدام المنافس بتاعك بتحاول انك انت تتفوق عليه في اول مباراتين، انت كده بتركبه نفسيا بلغه الكوره طول المباراه. عمل كده قدام في الجنب اليمين لناحيه فيتا كلاب، وبعد كده في الجنب الشمال ناحيه فيتا كلاب، وده اللي ساعد علي معلول انه يظهر بشكل متميز جدا في الشوط الاول، وساعد ان محمد هاني كمان يظهر بشكل متميز جدا في الشوط الثاني. يعني احنا لما نيجي نقارن ما بين معلول وما بين هاني هنلاقي ان القاسم المشترك ما بينهم كان تواجد رمضان صبحي في الجانبين، رغم ان رمضان كمان كان بيحاول يبالغ او كان بيبالغ شويه في نقطه التخلص من الكره او التسديد او اللمسه الاخيره، هي دي بس النقطه السلبيه لرمضان، نظرا ان هو دايما بيبقى وهو بيلعب هو دايما باصص في الارض، فهو مش حاسس اللي هو بقى قريب منين من منطقه الجزاء، هل في فرصه مناسبه للتصويب ولا لا. فلازم رمضان يلعب بالكوره وهو كمان شايف الجون، هو مش بيلعب بس على فكره التخطي للمنافس، لا هو كمان لازم يسدد عشان كمان يكون اكثر خطوره واكثر فعاليه على المرمى. طيب خليني اسالك، هل النادي الاهلي بمستواه اللي شفناه امبارح ده قادر ان هو يحصد النجمه التاسعه الافريقيه؟ لا احنا لسه بدري، احنا لسه بنتكلم الاهلي دلوقتي بنتكلم على 30% من 30 ل 40% من مستوى البناء، بنتكلم فرديا، احنا بنتكلم على الجمعين الاول، ده الاهم بالنسبه لي، انك انت عندك نقطه ارتكاز الوسط طبعا بالتعاقد مع حمدي فتحي بشكل رسمي، مبارك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي والجماهير، صفقه مهمه جدا في مركز الوسط. ويمكن عارف يعني اهم اللي في الصفقه دي اللاعب نفسه، شخصيه اللاعب نفسها عامله ازاي. احنا شفنا في الفتره اللي فاتت قد ايه في لعيبه عندها استعداد انها تستغنى عن اي حاجه وتنزل عن اي حاجه في مقابل ان هي تلبس تيشرت النادي الاهلي، ده بيطمن الجمهور نفسه، بيحس الجمهور بيحس ان في حد خايف عليه جاي، مش بس ده شغله، مش بس دي صفقه، مش بس هو بيطمح ان هو يتنقل خطوه لقدام، لكن فكره ان انت تكون حابب النادي الاهلي ونفسك او امنيه حياتك انك تلبس التيشرت بتاعه، عارف يعني ايه جمهور مستني، تكون اكتف، تكون عندك طاقه، تكون عندك روح، تكون دايما في حركه او في حاله دينامائيه مستمر. ما ينفعش انك انت مثلا زي على سبيل المثال مثلا كره زي ناصر ماهر، الكره اللي خبطت في صادق سلمي الحكم التونسي وبعد كده هو توقف في وسط المباراه، دايما لازم تكون انت عندك في الشخصيه بتاعتك او في دماغك انك انت لا انت بتقاتل على كل كره، ما ينفعش انك انت توصل على حدود منطقه الجزاء وتبتدي تتصرف تصرف مش بروفيشنال او مش تصرف احترافي. لكن طبعا يحسب في الفتره ديت ان كل اللعيبه اللي جت للنادي الاهلي فعلا هي عايزه تنضم، نتيجه طبعا للحجم البطولات اللي الاهلي دايما بيشارك فيها او حتى التنافس. يعني حتى احنا بنتكلم على الاهلي في اسوأ مراحله هو بيوصل فاينل افريقيا، هو بيكسب الدوري، هو مش بعيد، هو بنتكلم حتى دلوقتي حاليا هو في المركز الثالث ولسه فاضل له ماتشات مؤجله، فانت في اسوأ حالات النادي الاهلي او في اضعف حالات النادي الاهلي انت مش بعيد عن المنافسه، وده بيعوض حاجات كتير جدا بتحتاجها اللعيبه في الوقت ده. طيب خليني اسالك من خلال بقى رؤيتك امبارح للمباراه فنيا، شايف ايه المراكز اللي لسه محتاجه تدعيم خلال الفتره اللي احنا فيها دلوقتي؟ زي ما احنا قلنا هو طبعا مركز هو طبعا في حاجات غير كمان مركز الوسط المدافع. يعني انا مثلا كنت بتخيل ان لاسارتي هيبتدي وهو حاول يعمل ده، انك انت بتيجي تلعب قدام الفرق الافريقيه حتى قدام شبيبه الثوره
اللي هيبقى يلعب الاهلي ان شاء الله الجمعه الجايه ان شاء الله. برضو شباب الثروة عنده مشكله كبيره جدا في ان هو في التحولات ضعيف، في الضغط حتى في نص ملعبه كان ضعيف. يعني سيمبا التنزاني كان بيعمل اداء ممتاز، يعني انا اتفاجئت بصراحه بمستوى الفريق الزامبي، كان التنزاني عفوا كان رائع جدا جدا جدا. فانت محتاج انك انت دايما تكون عندك مرونه تكتيكيه في انك انت مثلا لاعب زي حسين الشحات دوت، انت حتى لو انت بتلعب بحمدي فتحي وعمرو السوليه ومعاهم لاعب ثلاث، ممكن يكون حسين الشحات هو اللاعب الداينامكس اكتر في منطقه وسط الملعب. عندك مشكله طبعا في موضوع مركز راس الحربه، ولو ان وليد سليمان، انا بشوف ان وليد سليمان ادى في المباراتين الاخيرتين امام سموحه او امام فيتا كلاب احسن من رؤوس الحربه الاساسيه لنادي الاهلي، سواء كان وليد ازارو او مروان محسن، على مستوى استلام الكرات، على مستوى الفاعليه والتعاون مع المنافس، على مستوى ان الكره، بص يا شيما، في كره القدم ما ينفعش ان راس الحربه حتى لو انت بتستلم الكره وانت عندك امكانيات سريعه انك انت توقف الكره عندك، انت لو بمجرد ما الكره وقفت عندك انت اصبحت كانك مدافع. صحيح. لازم لما اجي استلم الكره بستلم الكره لقدام او بستلم الكره بالزاويه عشان خاطر اطلع المنافس او اطلع زميلي او بدخل او باخد خطوات في قلب منطقه الجزاء. لكن دايما اللي كان بيحصل من مروان او من وليد ازارو ان هما كانوا مش بيقدموا الدور ده بكفاءه عاليه، وبالتالي كان الاهلي دايما بيتعطل، كنت تحس دايما ان في حاجه ناقصه في النادي الاهلي. طبعا تدعيم مركز راس الحربه مهم جدا، اعتقد ان قيد اجاي جونيور اجاي هيكون متميز جدا خصوصا مع المجموعه المهاريه للنادي الاهلي، وجونيور اجاي كمان لعب كراس حربه امام مقصه، امام الاتحاد، امام الزمالك، امام الوداد، امام الترجي. صحيح. لعب كراس حربه صريح وكان راس حربه اوحد كمان. في بعض هروب سليماني كوليبالي الموسم القبل الماضي ادى اداء جيد، فانا شايف ان جونيور اجاي هيكون مهم جدا مع صفقه حمدي فتحي. طبعا انضمام ياسر ابراهيم ورحيل سليف كوليبالي، يعني احنا مش هنقدر نقول ان هيبقى فيه اختلاف لانك انت عوضت لاعب بلاعب. صحيح. محتاج طبعا الصفقات او اللعيبه اللي كانت مصابه تقدر ترجع في اقرب وقت. انت عندك البدايه بتاعتك كانت كويسه، المنافس المباشر بتاعك الاول على المجموعه، محتاج انك انت لكن من وجهه نظرك ان ياسر ابراهيم كان اضافه للنادي الاهلي؟ اكيد انت محتاج اضافه نوعيه او اضافه عدديه بمعنى ادق، احنا بنتكلم على النوعيه. النوعيه انت محتاج راس حربه يكون متفوق في الكرات الطويله او الكرات الطويله زي ما كان بيحصل في سليف كوليبالي. ياسر عنده ميزه ان هو سريع جدا وفي الرقابه قوي جدا. انا كنت كمان اتمنى ان لجنه التعاقدات او التعاقدات، طبعا هم ادرى بس انا بتكلم من وجهه نظر فنيه، في بعض المساكين او في مساك متميز جدا انا شايف ان هو متميز ويكون اضافه قويه جدا للنادي الاهلي لو فكر فيه في خلال فتره يناير. بازوكا مدافع الاتحاد، السكندري، مدافع متميز جدا بيلعب مساك ناحيه الشمال، بالاضافه ان هو كمان مصري، فمش هيبقى عندك مشكله في فكره ان انت بتتكلم. صحيح. على استغناء عن لاعب محترف او حاجه، فاعتقد ان بازوكا كويس جدا. مش عارف هل الاتحاد ممكن يستغنى عنه قبل مباراته امام الهلال السعودي في البطوله العربيه، لكن انا شايف ان نظرا لرغبه الاتحاد اللي احنا قلنا ان مثلا كانوا بيحاولوا يستعيروا بعض اللاعبين تانيين من النادي الاهلي، يدخل بازوكا معاهم في بعض الصفقات، اعتقد بازوكا هيبقى صفقه متميزه جدا. يمكن كانت من اهم المتطلبات في الفترة الأخيرة إن احنا نلاقي حلول للدفاع في النادي الأهلي. وجهة نظرك هل وجود ياسر إبراهيم ده حل شوية من الأزمة دي، ولا احنا لسه محتاجين برضو المدافعين زي بازوكا من طول؟ هو طبعا ياسر إبراهيم هيحل جزء من مشكلة عنصر الرشاقة اللي اتكلمنا عليها في كوليبالي مع سليف كوليبالي، لكن هو مش أكثر قدرة على الكرات العالية أو أكثر قدرة على اقتناص الكرات العالية من سليف. صحيح. لكن في كمان طبعا بسبب طول سليف كوليبالي بالظبط، طوله طبعا كان بيضمن له كل الكرات الطويلة. صحيح. لكن في عنصر تاني في منظومة الضغط، الضغط مش شرط أو تحسين الحالة الدفاعية مش شرط إن أنا بتكلم على المدافعين فقط، لا انا بتكلم على الهجوم من اول الهجوم لغايه خط النص. صفقه حمدي فتحي هتقفل كتير جدا من الثغرات في عمليه الضغط. اللعيبه بتاعه نص الملعب لازم لما يجوا يرجعوا في وسط ملعب الاهلي لازم يقوموا بعمليه الضغط عشان خاطر الكره لما تيجي توصل للدفاع ما تبقاش سهله. ده اللي هيحسن من المنظومه الدفاعيه اللي موجوده في النادي الاهلي حاليا. وزي ما قلت لك فكره اللعب ب 4-3-3 او 4-1-4-1 دي هتكون مفيده جدا خصوصا في الماتشات الخارجيه. انت عندك ما يؤهلك امكانيات دلوقتي ما شاء الله، انت عندك حسين الشحات وناصر ماهر الاثنين في خط النص يقدروا يقوموا بالادوار ديت، طبعا عندك حمدي فتحي وعندك عمرو السوليه، فانت عندك رباعي ممكن يلعب منهم ثلاثه. انا ما اتكلمتش لسه على صالح، ما اتكلمتش لسه على الصفقات التي لم يتم قيدها. عندك في الجانب اليمين وفي الجانب الشمال عندك وليد سليمان، عندك رمضان صبحي، عندك كمان حمودي. حمودي من اكتر اللعيبه اللي اتظلمت في الاهلي الفتره الاخيره من الناحيه الجماهيريه. حمودي بيضيع كرات، انا عارف حمودي ممكن ما يكونش بيلتزم بالواجب الدفاعي، انا عارف، لكن حمودي مؤثر في المباريات. يعني هو في مباراه وفاق سطيف
صنع هدف الاولاني لوليد سليمان في مباراه الوداد، هو اللي عمل ضربه الجزاء الاولى لوليد ازارو، او هو عمل الباس كان اول اختراق للاهلي في منطقه جزاء الترجي كان عن طريق حمودي. حمودي كمان امن الفوز امبارح في برضو التمريره الممتازه جدا لكريم نيدفيد المنطلق في خط النص، وبالتالي انت عندك زاد بشري او عندك احتياطي كويس جدا للنادي الاهلي في مركز الاجنحه، وبالتالي انت عندك منطقه النص دي لو حصل فيها كم الضغط او كميه الضغط بشكل قوي جدا، الاهلي يعتقد ان هو هيكون ما عندوش مشكله في الدفاعيه نظرا لقوه خط الوسط اللي دايما بيضغط بقوه. عشان كده احنا امبارح شفنا فيتا كلاب طول ما انت بتلعب قدام المنافس كان فيتا كلاب بيظهر قوي جدا، كان مونجونجا او نجوما الاثنين ثنائي الارتكاز كانوا اقوياء جدا في كل الالتحامات، كانوا غلقين كل المساحات، لكن بمجرد ما انت بتلعب على الاطراف او في ظهر الدفاع بيظهر الدفاع بتاعهم بشكل هش جدا. وطبعا كان في سوء بخت من الاهلي ان هو يضيع اكتر من ثلاث اجوان كانوا ممكن يقدموا له فوز مريح جدا. طيب احنا كنا بنتكلم من شويه انت قلت لي ان الاهلي عنده برده مشكله في راس الحربه. طبعًا. او في المهاجم الصريح. طبعًا. خلينا نتكلم عن عمرو جمال، هل عمرو جمال ممكن يرجع تاني او برجوعه مره تانيه ممكن يعوض النادي الاهلي؟ بص يا شيماء، هو احنا دلوقتي بنتكلم على انك انت فاضل لك اربع مراكز. انا دايما لما اجي احسبها عمرو جمال هيكون مؤثر حتى على المستوى المحلي طبعا هيكون كويس جدا، لكن دلوقتي بنتكلم فاضل لي اربع مراكز لازم انا احط في افريقيا فلازم انا احط كويس جدا. طبعا هو خلاص احنا بنتكلم على حمدي فتحي ده اكيد. بنتكلم على ياسر ابراهيم، ما اعرفش تم قيده دلوقتي او لا، برضو ممكن يكون موجود. بنتكلم جونيور اجاي، محتاجين صالح جمعه، يعني جونيور اجاي وحمدي فتحي دول اتنين دول ما فيش فيهم جدال خالص. فانت بتتكلم على مركزين. لو رامي ربيعه جاهز او لو في مدافع تاني جاهز، لما اتكلمت على بازوكا، لو يقدر الاهلي يدعم بمدافع تاني هيبقى دي الاولويه ليه. فهي فكره الاولويات، انت هتقدر برضو جونيور اجاي ممكن، احنا بنتكلم على صلاح محسن او وليد ازارو هيرجعوا مثلا في خلال شهر، يعني بنتكلم على الجوله الرابعه في دوري ابطال افريقيا، فانت جونيور اجاي يقدر يشيل ده. لكن انت كمان محتاج، مش هتقدر تلعب بقى بخمسه مهاجمين، يعني مش هيبقى عندك جونيور اجاي ويبقى عندك صلاح وعندك مروان وعندك ازارو كمان تحط عليهم عمرو جمال. لا صلاح انت محسن. ما انا بتكلم على صلاح محسن ومروان محسن وزارو واجاي وكمان احط عليهم عمرو جمال. لا انا بتكلم ان اجاي هيكون مهم جدا، لكن انت كمان محتاج انك انت تدعم الدفاع وفي خط نص في القائمه الافريقيه. كون ان هو يتواجد في القائمه المحليه ده ما فيش فيه مشكله اذا كانت حاله القائمه او العدد في القائمه يسمح. طيب خلينا بقى نروح للمباراه القادمه قصاد شبيبه الثوره الجزائري ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه مساء، هيكون لقاء النادي الاهلي في تاني مواجهه ليه في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. شايف ممكن نحكم على مستوى الفريق المنافس اللي هو الثوره الجزائري من اللقاء اللي فات قصاد سيمبا التنزاني؟ الحقيقه دايما لما بتيجي من نتائج ثقيله كده قدام الفرق بتاعت شمال افريقيا بيبقى دايما عندها الدافع انها تعوض المباراه دي، خصوصا كمان لما انت تيجي تلعب قدام نادي الاهلي، نادي كبير زي نادي الاهلي، وتلعب في ارضك في اول مباراه ليك على ملعبك في بطوله دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات، ده هيكون عندهم حافز كبير. كمان فكره ان سيمبا التنزاني ريتمه اسرع من الاهلي يمكن يجابه بس فيتا كلاب، وبالتالي الاهلي او شبيبه الثروه مش هيواجه منافس بنفس سرعات سيمبا التنزاني. فانت محتاج عشان خاطر تقدر تقدم نفس الاداء ده قدام شبيبه الثوره، محتاج انك انت تلعب بسرعه تحول اكبر، انك انت تعتمد زي ما احنا اتكلمنا على الديناميكيه اللي موجوده في اللعيبه اللي عندك في خط الوسط. شبيبه الثوره بيرتبط على 4-1-4-1 كان بيلعبها خارج ارضه، لكن مفيش ضغط. هنتكلم الكره كانت بتتنقل بسرعات يعني متوسطه وهاديه وعاليه، وفريق الجزائري لا حول له ولا قوه. كمان المدرب كان عندي ليه ملاحظه مهمه جدا، ان هو حتى بعد ما اتاخر ب1-0 لعب قدام سيمبا التنزاني اللي هو سريع جدا جدا في التحولات وفي الهجمات المرتده، لعب مصيده التسلل وكانت مصيده التسلل فاشله وادت الى هدفين، الهدف الثاني والهدف الثالث عن طريق الجناح المميز جدا اوكو. اوكو ده او لعيب ممتاز، انا شايفه ان هو من افضل اللعيبه لان هو احرز الهدف الاول، صنع الهدف الثاني، وكمان صنع الهدف الثالث. المباراه طبعا هتبقى مش سهله ومش صعبه، يعني انا مش شايف ان المباراه هتبقى بالصعوبه ديت، لكن انت محتاج انك انت تستقر بسرعه، لازم حمدي فتحي يدخل القايمه مبكرا. صحيح، هو ده اللي احنا سامعينه، يعني يمكن القايمه الافريقيه والاربع مقاعد اللي لسه فاضيين في القايمه الافريقيه كان النادي الاهلي مستني لحد ما يحسن طبعا صفقته مع حمدي فتحي واللي تم حسمها. حمدي فتحي وجونيور اجاي لازم يكونوا متواجدين ان شاء الله باذن الله في القايمه بتاعت الاهلي، لانك انت ما عندكش بديل تاني في مركز راس الحربه. حتى لو انت قررت انك انت تلعب وليد سليمان بفكره المهاجم الوهمي اللي انا شايفها شخصيا كويسه جدا وتقدر تنفع في بعض
في بعض الاوقات اجاييه لازم يكون موجود حتى ولو احتياطي، بحيث انك انت ممكن تلجا ليه كحل بديل عشان خاطر في وقت من الاوقات انت لا قدر الله لو تاخرت الفريق الجزائري هيبتدي يرجع في وسط ملعبه، وبالتالي هيبقى اعتمادك الاول والاساسي على الكرات العرضيه داخل منطقه الجزاء. طيب انت شفت كل الفرق المشاركه معانا في المجموعه الرابعه في دوري ابطال افريقيا، شايف المجموعه ازاي او شايف مين الاقوى في المجموعه لحد دلوقتي؟ طبعا الاهلي الفيتا كلوب شايفه من افضل الفرق، الاهلي طبعا فريق قوي جدا، وسيمبا التنزاني فاجئني. اللي فاجئني اكتر شباب الثوره ان هو كان ضعيف، مستوى ضعيف ما قدمش اي مردود خالص، يعني سواء على مستوى الدفاع او على مستوى الهجوم. الفرق طبعا يعني بنتكلم على الاهلي وفيتا كلوب، هم عندهم الميزه الاكبر، لكن طبعا الماتش اللي هيبقى قادم ما بين سيمبا التنزاني وفيتا كلوب هيحدد امور كتير جدا. يعني سيمبا التنزاني لو قدر ان هو يخطف المباراه او يحاول يطلع بتعادل من الكونغو الديمقراطيه، اعتقد هيبقى سيمبا فرصه سيمبا جيده جدا في التاهل مع الاهلي في المجموعه الثانيه. طيب خلينا بقى نروح لملف اخر، هو ملف الاصابات في النادي الاهلي. الناس كلها بتتكلم عن اصابات النادي الاهلي المتتاليه، حتى اللعيبه اللي جم لسه جايين بينزلوا بيتصابوا. شايف الازمه ازاي؟ مشكله فين؟ ولا ده مجرد بس سوء حظ احنا بنقابله في الفتره دي؟ لا طبعا مش سوء حظ بس، هو في طبعا في بيبقى دايما في سوء حظ، وكمان بيبقى في عندك مشكله كبيره جدا في فكره فتره الاعداد. احنا بنتكلم على ديدييه دروجبا في المذكرات بتاعته لما كان بيجي يتكلم عن فترته مع تشيلسي، لما جه لويس فيليب سكولاري المدرب الكبير جدا اللي اخذ كاس العالم، كان دايما بيطلب من اللعيبه في فتره الاعداد ان هم يجروا مسافات طويله جدا، او كانوا بيجروا فترات كتيره جدا. الحاجات دي كلها مع توالي المنافسات في منافسه قويه جدا زي الدوري الانجليزي ادى الى اصابات واجهادات كبيره جدا، وعصفت بمسيره تشيلسي اجهاد بدني زياده طبعا، وعدت لاصابات كمان. وده اللي خلى لويس فيليب سكولاري ما يكملش حتى السيزون ده مع تشيلسي، وتم اقالته ورجعوا لمدير فني كان مؤقت في الوقت ده. فانا شايف ان فتره الاعداد ممكن تكون سبب في الجزء العضلي الخاص باللعيبه. كمان بيبقى في مشكله جامده جدا انك انت دي، حتى انا يعني اتكلمت عليها برضو في اخر تحليل ليا، انك انت فكره انك انت لما تيجي تدخل بالراحه او بتدخل في منافسات في منافسه على الكوره ومتداخل بسرعه بطيئه او بتتحرك بسرعه بطيئه، ده يعرضك اكتر للاصابات. يعني احنا بنتخيل ان في اتنين، واحد بيروح على الكوره بسرعه بسيطه او متواضعه او متوسطه، وواحد داخل بقوه كبيره جدا. طبيعي جدا لما يجي يحصل الاحتكاك اللي بيلعب بسرعه بسيطه او بيلعب بسرعه متوسطه هو اللي هيصاب اكتر، او صحيح هتبقى فرصته في الاصابه اكتر. لذلك انت محتاج انك انت تلعب الكوره بشكل كويس. كمان انا لما اجي العب الكوره لازم العب اختار المناطق اللي انا بلعب فيها، لازم اللعيبه تظهر تهرب من الرقابه. ما ينفعش ان انا العب الكوره طول الوقت في ظهر المدافع او في وش المدافع، ويبقى زميلي عرضه ان هو يدخل معاه حد بصفه قويه جدا او بشكل قوي جدا. دي انا شايف ان هم دول ابرز نقطتين المشكله عندنا في الاصابات، انك انت لو انت بتلعب بسرعه الكوره وبتختار اماكن متميزه، ما اعتقدش ان هيبقى فيه اصابات كتيره جدا. طبعا اصابه محمد محمود دي كانت اصابه قويه جدا، وكانت اصابه عنيفه تستحق على الاقل انذار. يعني طبعا صحيح كان في مشكله برده كمان في التحكيم، انك انت لما التحكيم بيبقى فيه، مش بتكلم على ضربات جزاء، انا مش بحب اتكلم على ضربات جزاء او على اوفسايدز او الحاجات دي، لكن انا بتكلم على فكره الاحتكاك البدني. مفترض ان في الفير بلاي انت بتلعب برجوله لكن ما بتلعبش بخشونه، لازم تحافظ على المنافس بتاعك. صحيح. وانت كلاعب في نادي الاهلي او لاعب في اي نادي لازم تلعب على كره القدم برجول، ما ينفعش انك انت تدخل على لاعب او تدخل بالراحه، انت كده بتبقى معرض للاصابه. ده باختصار شديد جدا انطباعي عن الاصابات اللي موجوده في النادي الاهلي. استاذ ايمن محمد الناقد الرياضي ومحلل الفني في موقع يلا كوره، نورتنا النهارده في كلام في النادي. ميرسي جدا يا شيماء، كنت سعيد ان كنت موجود معاكي. مشاهدينا بشكركم جدا على حسن المتابعه، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.